السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله النهارده نبدا نتكلم عن شابتر 3 اللي هو كيميكال اند فيز اكليبريم. احنا طبعا الجزء الاولاني فيه اللي هو يبقى الكيميكال اكليبريم بس. اول حاجه هنتكلم فيها هي الاكليبريم تايب. في انواع اللي هو الاكليبريم، في الثيرمال وفي الفيز وفي الميكانيكال وفي الكيميكال. الثيرمال يحصل امتى اكليبريم؟ في الثيرمال ستيت لو كان مفيش تغير في التمبريتشر، يعني الدلتا تي بصفر. طب امتى يحصل فيز اوكليبريم؟ لما يكون في مفيش تغير في الفيز، يعني مفيش تحول ماده لحاله لحاله، يعني ماده ما تتحولش من صوره سائله لصوره غازيه او من صوره غازيه لصوره سائله. السيستم كله في حاله، يعني حاجه واحده بس، حاله واحده من الماده او ميكتشر بس، اهم حاجه ما يحصلش تغير فيها مع مرور الوقت. الميكانيكال اوكليبريم طبعا مفيش تغير بيحصل في البريشر. والكيميكال اوكليبريم مفيش تغير في الكومبوزيشن بتاعه الاليمنت نفسها اللي هو التركيز بتاع الاليمنت. طبعا هبدأ بنفس المثال اللي شرحته في المحاضرة بس عشان تسهل الدنيا أو تكون الدنيا واضحة. بيقول لك لو أنا عندي تشامبر كده وحطيت فيه ميكتشر من السي أو 2 والسي أو والأو 2، طيب إحنا إيه الاحتمال اللي يحصل دلوقتي؟ قال لك إن عندك إيه المعدل التفاعل الكيميائي اللي بيتعبر أصلا عن الموضوع دوت، اللي عبارة عن السي أو زائد نص الأو 2 عشان ينتج السي أو 2. طيب عندي دلوقتي إيه كام احتمالية ممكن تحصل؟ إحنا ممكن نقول إيه؟ إن ممكن إن السي أو زائد نص أو 2 هما اللي يتحولوا لسي أو 2. طيب او ممكن العكس، ممكن السي او2 هو اللي يتحلل ويبدا اجزاءه يحصل لها تفكك ويتحول للسي او زائد نص او2، او ممكن ما يحصلش حاجه خالص. ولو ما حصلش حاجه خالص ده معناه ان الماتيريال عندي كلها والاليمنت اللي عندي كلها في حاله اكوليبريم او كيميكال اكوليبريم. تمام دلوقتي، طيب انا اعرف منين السيستم اللي عندي دوت او في حاله الاكوليبريم ستيت ولا لا؟ اعرف ازاي؟ قال لك تعرف لما يكون الدلتا اس او التغير في الانتروبي بالنسبه للسيستم بيساوي صفر. طبعا احنا عارفين التغير في الانتروبي اصلا او اي سيستم عندنا بيمشي في الاتجاه اللي فيه الانتروبي بتزيد. طبعا الخط ده معمول دوتد، ده معناه ان هو فيولنت سكند لو، يعني ده معناه ان هو بيعارض السكند لو، ان هو ما ينفعش امشي في اتجاه الانتروبي فيه تقل. غير مثلا لو احنا بنتكلم عن موضوع الثلاجات والكلام دوت، لا احنا اللي بنعمل ورك على او احنا اللي بندفع ورك عشان نبدا نغير الانتروبي، زي احنا مثلا ان هو درجه حراره تقل والكلام ده كله. لكن في السيستم في حالات طبيعي او انا ما بدفعش فيه ورك او ما بعملش فيه اي حاجه، هو بيمشي في الاتجاه اللي يزود فيه الانتروبي لحد ما يوصل للتغير في الانتروبي يساوي صفر. ده معناه ان هو وصل لحاله الاكوليبريم او الكيميكال اكوليبريم. تمام، عشان كده مثلا دلوقتي هنبدا يعوض عشان يبدا يستخدم فانكشن جديده اللي اسمها جيبس فانكشن. فيبدا يعوض، يقول لك احنا عندنا سيستم في ورك وفي في تغير في الورك وفي تغير في الهيت ترانسفير. فبنقول ان الدلتا تغير في الكيو اللي هو القانون الاول للسيرمو دايناميك اللي هو فيرست لو، التغير في الكيو ناقص البي في الدي في، طبعا ده الورك، بيساوي تغير في الانترنال انرجي. والقانون الثاني ليه او السكند لو للسيرمو دايناميك بيقول ان التغير في الدلتا اس بيساوي التغير في الكيو على التي. طبعا هنعوض بدي في المعادله الاولانيه، نوصل ان التغير في الانترنال انرجي زائد البي في الدي في ناقص التي في الدي اس يطلع اصغر من او تساوي الصفر. لما نيجي نعوض بي الدي كيو دي نحط مكان الدي يو زائد البي في الدي في ونحطها في المعادله رقم 2 دي، ونيجي نودي او نيجي نضرب في سالب واحد عشان نخلي الدي اس دي بالسالب. طبعا طالما ضربت في سالب واحد لازم ان انا اقلب علامه التباين، فعشان كده تطلع المعادله كلها اصغر من او تساوي الصفر. طبعا احنا عارفين ان الجيبس فانكشن بتساوي الانثالبي زائد ناقص التي في الاس اللي هو التمبريتشر في الانتروبي. لو خدت عملت ديفرنشال ايكويشن، عملت اللي هو الديفرنشال يعني عملت تفاضل، يبقى الدي جي بتساوي الدي اتش ناقص اول حاجه اشتق بالنسبه للاس، يبقى التي في يبقى التي في الدي اس ناقص الاس في الدي تي. احنا عندنا السيستم هنخليه ان هو هنفترض ان هو كونستانت بريشر مفيش تغير بيحصل في البريشر، وكونستانت بريشر مفيش تغير بيحصل في التمبريتشر. فده معناه دلوقتي احنا عارفين ان ال H اصلا بتساوي ايه او الانصار بتساوي ايه، بتساوي الانترنال انرجي زائد البي في الفي اللي هو البريشر في الفوليوم. فلما اجي اشتق دلوقتي الدي في هيطلع منها ايه؟ الدي يو زائد مره اشتق البي في الدي في ومره تبقى في في الدي بي ناقص اللي احنا اشتقناه فوق اللي هي التي في الدي اس ناقص الاس في الدي تي. طبعا احنا قلنا ان كونستنت بريشر وكونستنت تمبريتشر، ده معناه ان التغير في التمبريتشر وتغير في البريشر بيطلع بصفر. فنوصل ان شكل المعادله يطلع في الاخر كام؟ الدي يو زائد البي في الدي في ناقص التي في الدي اس. ده عشان المعادله دي معموله علشان ابدا استنتج الجراف، لان احنا عارفين اصلا المعادله دي اصلا فوق بتساوي ايه؟ بتساوي الدي يو زائد البي في الدي في ناقص التي في الدي اس اللي هي تطلع اصغر من الصفر.
فطبعا عشان اجي ابدا ارسم ده معناه ان السيستم بيمشي في الاتجاه اللي هو يبدا ينقص 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 فيه لحد يوصل للدي جي بتساوي صفر. يبقى يا اما يفضل يزيد لحد ما الدي اس تطلع بتساوي صفر، يبقى كده وصل للاكوليبريم ستيت، او يفضل ينقص لحد ينقص في الجيبس فانكشن لحد ما يوصل ان التغير في الجيبس فانكشن يساوي صفر. ده معناه برضو ان هو وصل في حاله الاكوليبريم. ده اثبات عشان لو جالك في الاثبات بتاعه عشان لو جه في الامتحان في نظري او حاجه زي كده. تمام، دلوقتي بقى احنا عندنا هنعمل بقى احنا لازم نطبق بقى دلوقتي الشابتر دوت على الشابتر اللي احنا خدناه المره اللي فاتت اللي هو بتاع التفاعل الكيميائي. فانا قلت مثلا عندي ماده A اللي هي اكنها يعني الفيول، وماده B اللي هي اكنها الاير، والسي والدي دول دو برودكت مثلا CO2 H2O وهكذا. فبقول ان A وبي دخلوا في التشامبر حصل لهم تفاعل كيميائي نتج عنهم برودكت السي والدي. فطبعا احنا كنا بنعبر بايه؟ بالمولر. فقلنا اول حاجه النمبر اوف مول للاي زائد النمبر اوف مول للبي. كلمه الدي او حرف الدي ده معناه واخد اليمنت صغير بس، يعني مش معناها حاجه كانها اليمنت صغير. ينتج منها اللي هو النمبر اوف مول من السي ونمبر اوف مول من الدي. طيب احنا قلنا عشان نوصل للاكوليبريم ستيت ده معناه ان التغير في الجبس فانكشن عند درجه حراره والبريشر الاثنين ثابتين توصل لايه؟ توصل للصفر. فيبدا بقى دلوقتي يعوض بالك ايه؟ يعني ده معناه ان فورميشن الدي جي اللي هو الدي جي اي يعني لكل اليمنت لما اجمع الاليمنت كلهم يطلع بصفر. ده معناه برده لو انا حولتها للصوره يعني جبت الجبس فانكشن او المولر جبس فانكشن، فانا هحتاج عشان اجيب الجبس فانكشن نضربها في النمبر اوف مول. فده معناه ان جي سمول بار اللي هي الجبس اللي هي المولر جبس فانكشن في الان نمبر اوف مول يساوي برده صفر. ابدا اعوض في المعادله عشان ان انا اعمل السمشن يعني واجيب السمشن بيساوي صفر. الجبس فانكشن للسي في الدي ان بتاع السي زائد الجبس فانكشن للدي في الدي في الدي بتاعت الان دي زائد الجبس فانكشن للاي في الدي في الان اي زائد الجبس فانكشن للبي في الدي ان بي بتساوي صفر. طيب طب انا دلوقتي المفروض اصلا لما اجي اخش التيبل النقط دي هتفهموها قوي لما اجي ابدا في الحل. يعني انا بخش التيبل هو بيديك معادله اللي هي الثيوريتيكال رياكشن، هوريك برده التيبل لما اجي اشتغل منه. بيديك المعادله اللي هي الثيوريتيكال رياكشن. طيب النمبر اوف مول اللي هو الان دوت في الثيوريتيكال بيعوضوه بحاجه اسمها اللي هو الكوفيشن او الثيوريتيكال كوفيشن. يعني بدل ما بكتب ان اي لا بيكتبها اكنها في دي في اي، يعني الرمز دوت هو دوت الثيوريتيكال نمبر اوف مول. طيب لو انا وصلت لنفس المعادله، ما انت جاي احنا بناخد المعادلتين الاكشوال والثيوريتيكال بنقارنهم ببعض. طيب لو انا بقى رحت دخلت التيبل واجيب نفس المعادله الثيوريتيكال لنفس المنتجات اللي انا كنت شغال عليها، هيقول لك ان الفي اي اللي هو في اي اللي هو نمبر اوف مول للاي الثيوريتيكال في الاي زائد نمبر اوف مول الثيوريتيكال للبي في البي ينتج عنه المنتجات يعني او الاتجاه اللي هو رايح جاي، يعني ممكن يحصل ريفرس او ممكن يحصل ما يحصلش ريفرس يعني. وبيطلع نمبر اوف مول للسي زائد النمبر اوف مول للدي في الدي. طيب ايه العلاقه ما بين الفي وايه العلاقه ما بين الثيوريتيكال مول كوفيشن دوت والنمبر اوف مول اللي هو الاكشوال؟ بيقول لك ان للرياكتنت النمبر اوف مول بيساوي سالب سالب الرمز اللي هو يعني كوفيشن، مثلا هو ده هو الكوفيشن بقى السالب وبيبقى البرودكت بالموجب. يعني دلوقتي اخد بقى ابدا اعوض في المعادله اللي احنا كنا عاملينها فوق دلوقتي، اشيل النات دي واحط مكانها لو احنا افترضنا ان الكوفيشن ده بواحد، نبدا نعوض في المعادله عشان نجيب الجبس فانكشن. فهتطلع ايه؟ هيطلع ان الجبس فانكشن دي البرودكت ناقص الجبس فانكشن دي الرياكتنت تطلع بتساوي صفر. يبقى احنا كده وصلنا لحاله الاكليبريم. طيب في الايديال جاز ميكتشر اللي احنا كده اصلا شغالين عليه من الشابتر اللي فات، احنا شغالين كله على الجاز ميكتشر. يعني بيقول لك لو احنا عندنا كونستانت تمبريتشر بس في تغير بيحصل في البريشر، ده معناه ايه؟ احنا عايزين نجيب دلوقتي جيبس فانكشن اللي هي المولر جيبس فانكشن اللي هي بتساوي اتش ناقص دي اس اللي احنا خدناه في الاول خالص، القانون اللي هو الايه اللي كان في الاول. احنا عارفين لما بيحصل ان كونستانت تمبريتشر وبيحصل تغير في البريشر في الجاز بيبقى الدلتا اس او التغير في الانتروبي كان بيساوي سالب الار يو اللي هو اليونيفرسال جاز كونستانت في اللين بي 2 على بي 1. طيب لما اجي اجيب التغير لاليمنت جي اي، يعني مثلا نبدا في الاليمنت بس دلوقتي مثلا ايه احنا اللي بيخش الجيبس فانكشن لما نجيبها من التيبل بتبقى عند درجه حراره 25. طيب افترض في المساله جابلكش عند درجه حراره 25، قال لك هي برده 1 اتموسفير عادي بس قال لك عند درجه حراره 60، فبالتالي لازم تروح تجيب الجيبس فانكشن الجديده. فهي بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هي الستاندرد اللي هي في التيبل زائد الار يو في لين بي 2 على بي 1. لا قصدي لو بيحصل تغير في البريشر مش التمبريتشر، هي
يبقى لو التمبريتشر ثابت على 25 وقال لك ان مثلا ان في المساله بقى 2 اتوم 3 اتوم وهكذا، فبنعوض بي 2 على بي 1. طيب لو حصل تغير في البريشر والتمبريتشر مع بعض، لا دلوقتي انا مش هقدر استفاد بالجدول اللي هو الستاندر اللي انا اجيب منه الجيبس فانكشن اصلا عند رقم 25، هضطر اروح احسبها من اصل القانون. اصل القانون هو ايه؟ اتش ناقص التي في الاس. طب الاتش دي بيساوي ايه؟ اللي خدناها في الشابتر 2 اللي هي اتش فورميشن للاليمنت زائد الاتش عند درجه حراره اللي هو في المساله اللي اديها لك ناقص درجه حراره الستاندر اللي هي اتش عند كام؟ عند 298 درجه كلفن ناقص التي في الاس. طب الاس دي هنجيبها منين؟ طبعا في التيبل لما تيجي تخش عشان تجيب اتش تي، وانت تجيب اتش تي في التيبل هتلاقي مكتوب الانتروبي، هتاخد قيمه الانتروبي عادي وتعوض وتجيب قيمه الجي ستار مش تخش بيها بالتيبل عشان حصل تغير في التمبريتشر والبريشر. يعني ما جابلكش طبعا يعني ايه في المساله مش هيقول لك عند درجه حراره 25 ولا 1 اتموسفير، يقول لك مثلا عند درجه حراره 30 40 50 ويقول لك عند اتموسفير او الضغط 2 3 1.5 1.4 1.1 اي حاجه غير الواحد اتموسفير وال25 درجه سيليزيوس مش هقدر ان انا اجيبه من التيبل. طيب في اثبات في المحاضره الدكتور شرحه وصل بيه ان الدلتا جي ستار عند درجه حراره التمبريتشر اللي هي كونستانت بتساوي سالب اليو في التي في اللين بي سي باور في سي وبي في بي دي باور في دي على بي اي في في اي في بي في في بي بي والفي بي بتساوي نفس المعادله دي اللي هو في سي في جي سي اللي هي الستاندر اللي هي الجيبس فانكشن او مولر جيبس فانكشن. الاثبات ده كله هو شرحه، مفيش داعي ان انا ابدا من اول جديد وابدا الناس اثبت فيه يعني. طيب احنا كل اللي محتاجينه المعادله دي حاجه واحده، طبعا هي بتبان مثلا مش واضحه والكلام ده كله مش مفهوم، لكن في المساله سهله جدا يعني، بس انا كنت هبدا بس بجزء النظري دوت عشان اسهله عليكم حتى في المذاكره يعني. طيب البارامتر دوت اللي هو البي سي والبي دي اللي هي البريشر هو البارشال بريشر يعني لكل اليمنت، احنا بنشيل الكلام ده كله ونحط مكانه حاجه اسمها الكي بي اللي هو الاكليبريم كونستانت، وده اللي يهمنا. طيب ده معناه ايه؟ دلوقتي انا عايز احسب جيبس الاكليبريم كونستانت، لما يجي له في المساله هو بيجيش غير عن طريقتين. اول قانون ان الكي بي بيساوي الاي باور سالب الدلتا جي ستار على الار يونيفرس كونستانت في التي، التي دي بكلفن طبعا. طيب انا مثلا في المساله هجيب الدلتا جي ستار دي منين؟ من هنا اللي هو الفي سي في جي في جي سي زائد الفي دي في جي دي ناقص الفي اي في جي اي وهكذا، اجيب منها الدلتا جي ستار واحطها واقسمها على اليونيفرسال جاز كونستانت في التمبريتشر بالكلفن. دي كده اول قانون. طيب قال لك لو احنا استخدمنا الجاز اللي هو بتاع بارشال بريشر عشان اجيبها مثلا بدلاله البي توتال او البي توتال بتاعه الجاز كله، لان الجاز مثلا عندي جاز ميكتشر بيكون من خليط يعني مثلا زي الهواء مثلا في سي او 2 في هواء في نيتروجن وهكذا، فيبدا بقى يعوض ويقول لك شكل الصوره او صوره القانون الثاني للكي بي. هو دول اهم قانون عندنا نحفظهم، ان الكي بي بتساوي النمبر اوف مول اللي هو الاكشوال للسي باور الثيوريتيكال والدي باور اللي هو الاكشوال باور الثيوريتيكال والان اي الاكشوال باور الثيوريتيكال والان بي الاكشوال برضو باور الثيوريتيكال مضروب في البريشر او البي توتال للجاز ميكتشر يعني مثلا البي توتال للهواء مش لكل اليمنت جواه على النمبر اللي هو النمبر اوف مول التوتال برضو للبرودكت. يعني مثلا لو احنا كنا بنتكلم على مساله مثلا من الشيت اللي فات، لو احنا مثلا بنتكلم على السي اتش مع الهواء طلع منه سي او 2 اتش وميه ونيتروجين، طيب البي دي البي بتاعت البرودكت اللي خرجت اللي هو السي او 2 والاتش 2 او والنيتروجين. طيب والان توتال ان انا اجمع النمبر اوف مول للسي او 2 والنمبر اوف مول للاتش 2 او والنمبر اوف مول الN2. طيب باور ايه؟ باور حاجه اسمها الدلتا في. ايه الدلتا في؟ اللي هو في سي اللي هو بتاع الفي بتاع البرودكت ناقص الفي بتاعت الاكتنت، يعني في سي زائد في دي ناقص الفي اي ناقص الفي بي. الكلام ده كله هيوضح لما نبدا نحل مسائل، هو يبان بس رخم شويه بس في المسائل بيبقى كويس يعني وسهل. طيب في بقى شويه ريمارك لازم نكون عارفهم للجاز كونست للكريبيان كونست اللي هو الكي بي. اول ريمارك ان هو ما بيعتمدش ان هو بيعتمد على التمبريتشر بس. ليه بيعتمد على التمبريتشر بس؟ عشان لو جالي سؤال نظري، لان هو بيعتمد على التغير في الجيبس فانكشن، والجيبس فانكشن اصلا بتعتمد على التمبريتشر. طيب تاني ملحوظه ان الكي بي للريفرس اكشن اللي هو للريفرس بتساوي واحد على الكي بي. يعني انا لو دخلت مثلا التيبل هتلاقي مثلا ان السي او 2 بيتحول مثلا للسي او زائد نص او 2
بيديك هو قيمه للجي بي. طب انا عايز اجيب العكس، انا عايز اجيب ان انا هعمل انا اجيب السي او زائد نص او، اخليهم هما اللي يبقوا سي او 2، يبقى انا كده اخد القيمه اللي طلعت من التيبل اللي هي الكي بي دي واعملها اجيب اللي هو الانفرس اللي هو باور سالب واحد يعني. طيب لو انا بيقول بقى ان كل ما قيمه الكي بي ريمارك، ان كل ما قيمه الكي بي كل ما تكون كبيره او كل ما بتزيد كل ما التفاعل بيبقى كومبليت. طيب اعرفها ازاي؟ قال لك هو بيعمل لك ليميت، بيقول لك لو انت جبت اللين للكي بي اللي هو بتاع التفاعل اللي هو من انت جبت اللي انت حسبته يعني. طيب اشوف اللين للكي بي دي في الرينج، لو هي في الرينج من سالب 7 ل 7، لو هي في الرينج دوت يبقى التفاعل دوت لسه يعني غير تام نوت كومبليت. طيب لو هي ازيد من 7 او وصلت ل 7 ده كده التفاعل بقى كومبليت بقى تام. طيب هي اقل من سالب 7 او بتساوي سالب 7 ده معناه ان هي لا يحدث تفاعل، يبقى كده هو اصلا في حاله اتزان. طيب بيقول لك ان البريشر للميكتشر ما بيأثرش على الاكوليبريم كونستنت، يعني افضل اغير في البريشر قيمه الكي بي هتفضل ثابته لانها ما بتعتمدش على البريشر. طب ايه البريشر هيأثر معايا في المعادله في ايه؟ يأثر معاك في الاكوليبريم كومبوزيشن اللي هو التركيز بتاع الاليمنت، يعني ممكن ضغط يزيد لا التركيز بتاع البرودكت بيزيد. ضغط زي ما واضح هنا كده اهو، بيقول لك ان البريشر لما يبدأ يزيد النمبر اوف مول للرياكتنت بتزيد، نمبر اوف مول للبرودكت بتقل، دي العلاقه اللي ما بينهم، والعكس صحيح، يعني البريشر لو قل نمبر اوف مول للرياكتنت يقل، نمبر اوف مول للبرودكت يزيد. طيب خامس حاجه بيقول لك لو في يعني عامل حفاز زي ايه؟ زي ما احنا كنا بنتكلم في النشاط اللي فات ان النيتروجين بيخش كانه عامل حفاز، يعني بيخش كانه يعني ما بقاش ليه افكت. طيب قال لك ان عامل الحفاز دوت ما ياثرش في الاكوليبريم كونستانت برضه، يأثر في الاكوليبريم كومبوزيشن في التركيز بتاع المواد طبعا. بيقول لك ان كل ما يزيد نمبر اوف مول للانرت جاز او عامل الحفاز او الغاز اللي بيخش كانه عامل حفاز زي النيتروجين، كل ما النمبر اوف برودكت للمول بالنمبر اوف مول للبرودكت بتزيد طبعا، كل ما نسبه ال ان كانت بتزيد، اصل كده ال ان بيخش في التفاعل زي ما بيخرج، يعني لو حطيت مثلا في ال 3 4 5 من النيتروجين في البرودكت بيزيد لان هم اصلا بيخرجوا زي ما هم ما بينقصوش. طيب لما نيجي مثلا نتكلم دلوقتي عن الثيوريتيكال كوفيشن اللي هو الفي لما كنا بنتكلم عنه في التيبل، افترض مثلا ان هو جاب لك معادله هو هي زي الثيوريتيكال، يعني مثلا ايه بس هيغير النمبر اوف مول، يعني لو ضرب نمبر اوف مول دي في 2 ده معناه ان قيمه الكي بي اخدها من التيبل، ما ينفعش اخدها من التيبل لان المعادله اتغيرت فهاخدها تربيع. طب ضرب الكوفيشن في 3 هعمله اس 3، ضرب الكوفيشن في 4 هعمله اس 4 وهكذا. ده كده كان جزء نظري، هو اي نعم ممكن تلاقي في حاجات كتير قوي مش مفهوم فيه بس هتوضح دلوقتي ان شاء الله لما نبدا فيه حل الامثله.